أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في مقهى الوسط عبر راديو الوسط في لقاء وحوار مباشر مع الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي السابق ورئيس تحالف القوى الوطنية. دكتور محمود، توقفنا عند نقطة أن الطرف الآخر اللي هو التيار الإسلامي السياسي فرض نفسه بقوة السلاح من خلال المؤتمر الوطني ومن خلال فرض بعض القرارات من ضمنها إقصائك عن رئاسة الحكومة في تلك الفترة، لكن يقول البعض بأن أنتم كذلك كتحالف لديكم ذراع عسكرية، عندكم كتائب القعقاع والسواعق وغيرها، ليش ما استخدمتوهاش في هذا الصراع؟ للأسف أستاذ أحمد، يعني قضية السواعق والقعقاع هذه إحدى الأكاذيب اللي استطاعت الآلة الإعلامية بتاع تيار الإسلام السياسي أن هي ترسخها في أذهان الليبيين. أنا أسأل بشكل منطقي، لو تحالف القوى الوطنية لديه ذراع عسكرية سواء صواعق ولا قعقاع ولا أي كان المسمى، هل كان سيمر قانون العزل السياسي؟ هل كان سيكون هناك بعض الميليشيات واقفة قدام المؤتمر الوطني تهدد من يصوت لصالح جبريل أن هو سيحدث له كذا وكذا وكذا؟ ناس فيه هدد بالقتل، أنا مستعد أن أنا نسمي أسماء وتستضيفهم في برنامجك وتسمعهم من أعضاء المؤتمر اللي هددوا. علي زيدان خرج في لقاء تلفزيوني قال أنا جوني في الغرفة وقالوا لي لو صوتوا لصالح جبريل احنا حننسفوا المؤتمر بصاروخ. أحد الإخوة اللي هو دوما من تزربو كان يقول لي رغم إيماننا أن أنت اللي مفروض تأخذ الصوت، لكن للأسف راهو صار كذا وكذا، وكان جايني مع التواتي العيضة في تلك الليلة، جاني حوالي الساعة 1 في الليل، قال لي دكتور راهو ما نقدروش، راهو جاية تهديدات حقيقية بالقتل، وإحنا الآن مصلحة الوطن ومصلحة أن العملية السياسية تستمر أكثر من أي شيء آخر. هذه التهديدات، وأقصي تحالف القوى الوطنية أمام الجميع وعلى مرأى من الجميع، لو على مرأى ناخبيه، على مرأى ناخبيه، لأن اللي تم الاعتداء عليه مش محمود جبريل ولا تحالف القوى الوطنية، تم الاعتداء على اختيارك أنت وعلى إرادتك أنت كمواطن. لكن الناس لو هذا حدث في مصر أو حدث في تونس لكانت الناس خرجت ودافعت عن اختيارها، لكن نتيجة أن التجربة السياسية الليبية تجربة وليدة، تجربة تقدرش تلوم الليبيين، لأن فعلا هو مسكين لما مشى وماشي بصدق وماشي ويراود حلم، لما حط صبعه في ذلك الحبر الآن طلع كله يقول لك يا ريتني قصيت صبعي. كان يعتقد أن نهاية الأمر هو أن مجرد يحط صبعه، هو يعني بداية الأمر هو هذا. نعم. هو يبدأ. نحن نعتبركم تراجعتوا في أول امتحان. لا، تحالف القوى الوطنية لم يتراجع، لكن أنا أقول لك شيء، المحك الحقيقي داخل المؤتمر بان الفرق في الخبرة السياسية وفي التنظيم وفي التمويل. تحالف القوى الوطنية ما عندهاش فلوس بحيث يقول لك تحالف يأخذ من الإمارات وتدعم فيه مش عارف الإماراتيين يدعموا فيه، مش عارف الكويتيين يدعموا فيه، السعوديين يدعموا فيه. أنا أتحدى أي شخص يثبت أن جبريل ولا تحالف القوى الوطنية خد قرش من أي حد، قرش واحد. دعمكم منين؟ أن يدعموا فيهم الإماراتيين وعندهم ملايين وعندهم كتحالف دعمكم منين لو استثنينا الإمارات؟ إحنا الدعم جاء من رجال الأعمال، ورجل الأعمال زي أي رجل أعمال في الدنيا يحاول أن هو يستثمر سياسيا في تيار، بحيث أنه هو لما يكسب هذا التيار يكون عنده فرصة للعمل والبزنس متاعه وشغله. أنا أدعي كثير من الإخوة في التحالف يستطيع أن يشهدوا بذلك، أن في الفترة بعد إعلان نتيجة انتخابات وقت ساحة التحالف، والله العظيم فيه بعض رجال أعمال جابوا الفلوس متاعهم في شكاير، جابوها في شكاير حطوها، وهذا طبيعة قطاع الأعمال أنه هو بيحاول أنه هو يراهن على التيار اللي يمكنه من العمل، يمكنه من أنه يطور مشاريع وكذا. لما تحالف القوى الوطنية لم يوفق في الانتخابات نتيجة فرض القوة ونتيجة أقصي بالقوة داخل المؤتمر الوطني، ثاني يوم أنا داخل المقر بتاع تحالف القوى الوطنية في طرابلس، داخل من الباب الرئيسي ما فيش ولا واحد في المدخل. الأيام اللي قبلها كانوا يدخلوا فيها من الجراج. ما فيش فرصة أنك أنت توصل حتى لمكتبك من الزحمة ومن كمية البشر الموجودين في الداخل. للأسف هذه أصبحت حقيقة الأمور، هذا واقعنا،
أنا مش ننتقد، أنا نشرع في واقع. لكن أنك أنت تجي تقول والله تحالف القوى الوطنية انتخبناه ما دار شيء، ماذا تتوقع من تحالف يقصب القوة ولا عنده سلاح ولا عنده مال؟ هو كل اللي داره أنه هو تصدى لهذا التيار. الناس متاع اللي داخل المؤتمر تنقصهم الخبرة، تنقصهم الانضباط التنظيمي، وناس محتاجة خدمات. هذه مغامرة سياسية، أنت تصف هذا التحالف بالضعف في أعضائه، ما عندش دعم، ما عندش يعني خبرة سياسية في العمل السياسي أمام تيار الإسلام السياسي الذي يملك من الخبرة والعراقة في هذا العمل كما وصفت، يعني الكثير. فأنت بالتالي تغامر مغامرة سياسية حسب هذا التوصيف. لا، ما هو حاجة من اثنين، إما أن تترك هذا التيار يستكمل مشروع اللي بدأ من تونس ومصر وموجود في المغرب، يستكمل شمال أفريقيا بالكامل، ربما هذا كان خيار، نحن لا ندخل هذه التجربة، أو أن تقف أمام هذا التيار بالطريقة اللي احنا وقفنا بها. احنا فكرة تحالف القوى الوطنية، الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي شكل نداء تونس بعد ما ناداني أنا وبعض الإخوة في التحالف، مشينا قبلنا يبي يعرف كيف تمت فكرة التحالف. يعني فكرة نداء تونس هي فكرة التحالف، لماذا نجحت في تونس ولم تنجح في ليبيا؟ ما هذه القضية، أنت درت شيء ومراهن على الشارع أنه يقف مع هذا الخيار، لأن هي أنا ما اعتبرهاش كيان سياسي، هو أكثر منه حركة نضالية من كيان سياسي، وحركة نضالية فعلا، أن تقف بدون أي شيء أمام هذا التيار المندفع اللي هو كان بيجتاح شمال أفريقيا، وانت ما عندكش أي إمكانيات لا مادية ولا سلاح ولا خبرة تنظيمية، كانت فعلا مجازفة لك، كنت مراهن على الشارع. الشارع للأسف بسبب التطور التاريخي، مرحلة التطور التاريخي اللي احنا فيها، بسبب سنوات التصحر متاع معمر القذافي، بسبب الثقافة الريعية اللي موجودة في البلاد، الناس فعلا بمنظور صادق اعتقدت ان ادت دورها ان هي مجرد حطت هذه البطاقة الانتخابية، مع ان زي ما قلت لك البداية كانت هي البطاقة الانتخابية. الناس لما تحتضن الخيار بتاعها والله لا يقدر يقف أمامه لا سلاح، ولا يقدر يقف قدامه إخوان ولا غير إخوان. شوف الشباب في بنغازي شنو داروا في الجمعات السابقة. طيب هم السبب الرئيسي الآن في تغيير المسار متاع الحوار متاع اليوم. أنت نقلتنا إلى هذه الجزئية وهو مهمة جدا، وهي مهمة جدا في حوارنا. قضية أو التحدي الأبرز والأكبر لليبيا هو قضية الإرهاب ونشوء وتنامي هذه التيارات المتطرفة في شرق البلاد وغربها وحتى جنوبها. ومعقلها الرئيسي طبعا في بنغازي. هل يمكن أن تتصور حل الأزمة الليبية دون حسم الملف الأمني؟ خلينا نقول لك ثلاث أشياء. يعني الآن الخيار اللي طرح تحالف القوى الوطنية، قد يتفاجأ الكثيرون من هذا الكلام، يعني ثبت أنه هو الخيار الصحيح، لأن هذا كان خيار الشارع. الآن التحالف أقصي بقوة السلاح، تيار الإسلام السياسي سيطر على المشهد السياسي، هذه كانت النتيجة، الدمار في كل مكان والحرب في كل مكان والدماء في كل مكان. الخيار الآخر هو خيار البناء، خيار العطاء، خيار التنمية، خيار لا إقصاء لأحد. نص الليبيين قاعدين عايشين برا. الآن الليبيين بعد ما وصلوا إلى هذه النتيجة، واحد أن القوة لن تؤتي بنتائج مهما امتلكت من القوة، ما عندكش إلا طاولة الحوار أنك أنت تجلس وتتفق على الثوابت الليبية اللي هي سيادة الوطن، الوطن ما ينباعش لحد. مع من تتحاور؟ هم نفسهم الآن، نتكلم على تيار الإسلام السياسي الذي يقبل التداول السلمي للسلطة ولا يلجأ للسلاح، اللي يلجأ للسلاح لتحقيق أغراض سياسية مهما رفع من شعارات نحن ثوار نحن كذا، هذا مش تيار. الثورة بسقوط النظام، تحرير كامل التراب، بدأت مرحلة بناء الدولة مش الثورة. وماذا تسمي هؤلاء؟ الأغلبية، أنا دائما أقول شنو أستاذ أحمد،
الناس اللي شاركت 17 فبراير في البداية في مختلف الجبهات القتالية لا يتجاوز عددهم 18,000، هذا حسب المعلومات المتوفرة عندي، ولك أن تسأل آخرين كانوا موجودين. الآن أنت تتكلم على أكثر من 320,000 بني آدم يحملون السلاح. المصيبة الحقيقية أن بعض منهم اللي يحملون السلاح اليوم ويدعون الثورة كانوا في كتائب معمر القذافي، كانوا في كتائب معمر القذافي الأمنية، ضباط كبار إلى حد يوم 20 أغسطس، ما نعرفش الرتب بس معروفين كانوا في كتائب معمر القذافي. يدعوا أنهم من الثوار. بعض منهم ما كانش موجود أصلا في المشهد وجاء من لندن ولا كذا بعد ما تم تحرير كامل التراب وخلاص وأعلن التحرير وكل شيء، جاي وأصبح فجأة وصي وأصبح يصوغ في قوانين عزل بينما هو كان جزء من نظام معمر القذافي. ما هي القضية؟ أن الناس سرقت هذه الثورة من أمام هذه الانتفاضة، حادت عن مسارها. الشعب أو الناس لو لم تترك الشارع حتى اكتمل المشروع ما كانش هذا صار، لأن أنا دائما أقول أن الشارع لا يستطيع أن يقف أمام لا بندقية ولا مخطط ولا دولة، حتى الدول الخارجية تخاف من الشارع، ما تخافش من هذا التنظيم أو ذاك التنظيم، هذه الميليشيا أو تلك الميليشيا، لكن الشارع يخيف الجميع. يعني أنت مع تحرك الشارع الآن في الشارع هو الأساس، الشارع هو الأساس، وإعلاء الصوت وإبداء الرأي، الشارع هو الأساس. والناس يقول لك الليبيين مش واعيين، لا، الليبيين ربما عندهم زيادة وعي، الليبيين غير منظمين ممكن لأنه فيش خبرة تنظيمية، ما كانش فيه أحزاب، ما كانش فيه جمعيات أهلية حقيقية تشتغل، ما فيش منظمات مجتمع، فهذه أفقدت الشارع التنظيم القدرة على العمل كفريق، الناس تندفع وتندفع بتلقائية. الشارع والقيادات، البعض يقول بأن الشارع الليبي الموصوف بهذا الوصف الناتج عن سنوات التصحر السياسي عول كثيرا على الخبرات والكوادر الثقافية وهذه القيادات السياسية التي كانت معارضة لنظام معمر القذافي في الخارج، ولكن أنا أتضح أنا يعني هي أيضا يعني جزء من المشكلة. ما هو ما نقول لك شيء، هذا مرة أخرى نتيجة الرقابة، ما فيش رقابة لأن ما فيش مؤسسات ممكن تكون رقابة الشارع. أنا في كذا ظهور إعلامي دعوت وبإلحاح إلى مراجعة ملفات كل من تولى منصب من 17 فبراير من إعلان المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي إلى حكومة عبد الله الثاني الآن، لا أحد فوق المساءلة. أتمنى أيضا تكتب توضع لجنة لكتابة التاريخ، وأنا طلبت منك أن تستضيف كثيرين وأن يوثق هذا العمل حتى تكتمل، بس ما يكونش فيها هذه اللجنة اللي قاعمزوا مع الخواجات برا ويسمعوا في كلام الخواجات ويحكموا على الليبيين، لا، يكون فيها ليبيين حقيقيين يقعدوا جالسين ويسمعوا من هذا الطرف وذاك الطرف حتى تكتمل الصورة، لأن أنا بشر قد أخطي وقد أنسى وأسهو. يعني في الحلقة السابقة مثلا بعد ما انتهينا محمود شمام كلمني قال لي يوم اغتيال عبد الفتاح أنا جيت ثاني يوم، أنت قلت محمود شمام وعلي الترهوني كانوا موجودين يوم الاغتيال، وهو محق فعلا لأن أنا كنت في السودان وهو في ذلك اليوم كلم جلال دغيلي وقال له مش عارف شنو، بعدين طلع أنه هو شيء وهمي، في شيء في مصر، مجرد أنه هو موجود في مصر في ذلك اليوم يعني. فأقصد أن جل من لا يسهو، وكلما تتقادم المدة هذه الخبرة وهذا التاريخ ليس ملك لشخص، لا محمود جبريل ولا غير محمود جبريل، ومن حق الأجيال أن تفهم ماذا حدث. صحيح قد يكون مؤلم، صحيح قد يكون هز بعض الصور عند بعض الناس، بعض الناس تعتقد أن هؤلاء الناس منزهين على الخطأ، لا، الأمور يجب أن تذكر كما هي لأن هذا تاريخ. نعم. ويجب أن يكتب بشكل طيب حقيقي. دكتور محمود خلينا نسألك بشكل واضح. نعم. بماذا تصف أو هل تسمي ما يحدث في بنغازي محاربة للإرهاب الآن؟ يعني شوف، في كافة المحاور في بنغازي، وما موقفك من عملية الكرامة؟ شوف، أنا سئلت هذا السؤال أولا، خلينا نفرقوا في ثلاث أشياء. يعني أحيانا الناس تتعامل معها كأنها نفس الشيء، يعني
بالنسبة لي أنا هي ليست نفس الشيء. في جيش ليبي، في عملية كرامة، وفي الفريق خليفة حفتر. صحيح هم الثلاثة الآن بس مجتمعين في شيء واحد داخل بني غازي، لكن الحقيقة بناء الجيش الليبي هذا شيء، ووجود جيش ليبي هذا قضية سيادة يجب أن يتمسك بها كل ليبي. وقضية جيش الليبي لا ترتبط بشخص. عملية الكرامة هي إحدى العمليات، ما طلعت عملية الحتف الآن. ليش ما سميش مبادرة عسكرية؟ الجيش الليبي أنا وجهة نظري يخوض حرب ضد الإرهاب، كنا يوم يخوض الكرامة، يوم يخوض الحتف، يوم يخوض كذا وكذا، لكن ربطها بحاجة اسمها الكرامة فقط هو اختصار لدور الجيش في حرب ضد الإرهاب. العملية أكبر من ذلك. فالجيش الليبي يخوض حربا ضد الإرهاب، يقود الجيش في هذه المرحلة فريق خليفة حفتر، ويشكر له أنه هو تحرك في وقت اعتقدنا أن الإرهاب خلاص سيطر بالكامل، الناس كانت تذبح، الناس كانت تقتل، الرعب كان منتشر في كل مكان، تصدى لهذا الأمر. قضية هل ما يدور الآن ممكن أن يؤدي إلى نهاية العملية بالشكل اللي مفروض أنه هو تنتهي به أو لا؟ قضية هل يمكن السيطرة على الإرهاب في كل ليبيا بعد ما يسيطر عليه في بنغازي؟ هذه قضية ممكن نتحدث فيها ساعات، لأن أنا وجهة نظري أولا وجود الشعب في هذه المعركة أساسي، هذه أثبتت أن هذه حرب إصابات، حرب هذو أشباح يختفوا داخل عمارات وداخل كذا. وجود المواطنين والناس المدربة داخل هذا الأمر أمر في غاية الأهمية، لأن الحرب النظامية شيء وحرب الشوارع شيء تاني. حرب النظامية شفناها في أفغانستان، شفناها في العراق، شفناها في فيتنام، شفناها في الصومال، أقوى جيش في العالم لما بيخوض حرب عصابات إن لم يغير من استراتيجية الحرب بحيث يبقى فيه ناس مثل الآخرين يحاربون بنفس الأسلوب، العسكري شخص مدرب تدريب عالي جدا ولكن درب لخوض حرب، خط دفاع أول، خط دفاع ثاني، هجوم، نعم. كذا يعني أنا اللي فهمت من كلامك أنك مؤيد ومساند وداعم لهذه العملية بغض النظر عن مسمى من هو قائدها. هذه حرب كل الليبيين يا أستاذ أحمد. الإرهاب هذا مصير يقضي على مستقبل هذا البلد، وبالتالي كل الليبيين يجب أن يقفوا صفا واحدا في هذه الحرب ضد الإرهاب. الجيش يبذل أقصى ما في وسعه، قادة المحاور في بنغازي الحقيقة يعني يعانوا الأمرين، الدعم مطلوب من الشباب في المناطق المختلفة. طبعا حيجيك واحد يقول لك هو مقعمز برا ومش يجي يقعد معنا وبعدين يجي يكلمنا، لا، أنا نقوم بالدور اللي أنا نقدر عليه. أنا لما اتصلوا بي بعض الشباب وقالوا لي ما فيش أدوية وكذا وكذا، درت المستحيل أني أنا نجيب الأدوية، وفعل الجزائر استجابت وجابت الأدوية، ولكن للأسف الأدوية استولت عليها الدولة وكأنها هي اللي جابتها. وزارة الخارجية مشت كلمت الجزائريين وقالت لهم استلموها بالطريق الرسمي، وخذتها وزارة الدفاع. الله أعلم هل وصلت المستشفى الجلاء لأنه هو اللي كان طالب الأدوية. نحن كان دورنا أن نحن نوصله ما بين رئيس الهلال الأحمر في بنغازي ورئيس الهلال الأحمر الجزائري، واجتمعوا في تونس. يعني ففي أدوار بعد تطلع. أنت ممكن أن توظف وتستثمر علاقاتك العربية والدولية في توضيح ما تعانيه ليبيا الآن من ما هذا اللي قاعد يتم هذا اللي قاعد يعني. هذا اللي قاعد يتم. أنت لما تتكلم مع دول خارجية ومع حكومات تفهمه، مش مجرد أن الإرهاب هذا لو انتصر في ليبيا أنتوا الأمن القومي بتاعكم مهدد، سواء دول جوار أوروبا. هذه قضية لازم أنك تشرحها بالتفصيل وتقنعهم بحجم التواجد الإرهابي اللي موجود في ليبيا في مناطق عدة. واحد، اثنين، لازم يعرفوا حجم المعاناة اللي يعاني منها المواطن الليبي اليوم في عيشة، هذا غير المهجرين واللي نزحوا كذا. الأمر الثالث وهو الأخطر، أن المجتمع الدولي هذه ذكرت في عدة محافل دولية وفي عدة جلسات في عدة دول، أن هم يساعدوا في الإرهابيين دون أن يدروا. لما أنت تحجب السلاح عن الجيش وتحجب الفلوس عن الحكومة، بينما أن الإرهابي عنده موارد مالية، يبقى أصبح مصدر التوظيف الحقيقي للشاب الليبي
هي الدوائر الإرهابية، داعش ولا القاعدة ولا أي أيا كان المسمى. لأن الغرب يبحث عن مصالحه، الغرب لا، هو بيضغط عليك لأنك أنت بيك تجلس المفاوضات وتصل إلى توافق مع الطرف الآخر. أنت أوكي، فرض المفاوضات هذه استمرت 3-4 سنوات، يبقى بعد خراب مالطا تجي حتلقى أغلب الشباب الليبيين لأنه يبحث عن مصدر رزق، ينضم لداعش وياخذ 2,000-3,000 دولار، لأن حكومة عبد الله الثاني مش قادرة تدفع حتى مرتبات موظفيها، مش قادرة حتى تدفع مرتبات سفراتها، بعض السفرات حتغلق. هذا من لأن المجتمع الدولي فرض حظر. أجي للسلاح تقول والله فيه إرهاب في ليبيا، طب ما أنت مساعد على انتشار، أنت مش قادر، ما تبيش تعطي جيش تمكن أن هو يخوض معركة حقيقية. كيف تبيها يعني؟ حمر جراية ما تقول الشعير، أنت لا تبي تدعم الجيش ولا تبي تعطي فلوس بحيث نمنع الشباب أن ينخرطوا في دوائر إرهابية، وفي نفس الوقت تقول لي لا والله وقع قبل وبعدين أنا نعطيك طيب الفلوس. ما هو الحل؟ ما هو المخرج للأزمة الليبية؟ لا، المخرج أولا الليبيين لازم يجلسوا مع بعض، ما حك جلدك مثل ظفرك، واحترم نفسك يحترموك الآخرين. للأسف لا، سواء ليون أو غير ليون من الأطراف الخارجية، لما ما تلقاش حد منحني تقدرش تركب على ظهره. تعيين الألماني كوبلر وآخر يوم لليون حيكون يوم 6 نوفمبر. نعم. القضية سواء ليون سواء كوبلر سواء طارق متري سواء أيان مارتن اللي قبلهم الإنجليزي أول واحد، لن يستطيع أحد أن يحل المشكلة الليبية ما لم يحل الليبيين مشكلتهم بأنفسهم. ولازم الليبيين يصلوا القناعة أن الوطن هذا يسعى الجميع، ويصلوا القناعة أن اللي فات لا يمكن تغييره مهما لعناه، مهما كان فيه من جرائم، لا خلاص اللي حدث حدث، الجرائم اللي ارتكبت لازم يقدم مرتكبوها للعدالة، لكن المستقبل هو اللي باقي، لأن هذا مستقبل لأجيالنا كلنا. مخرج اقتصادي حقيقي ممكن أن يساعد على المصالحة الوطنية، تفعيل قضاء حقيقي، هذه رؤية متكاملة مفروض أن تحملها الحكومة القادمة للم هذا الشمل. لكن إذا كان الحكومة تبقى مجرد أسماء وهو توازن جغرافي، جيب فلان من بنغازي وجيب فلان من مصراتة وجيب فلان، أنا ما بيش نخش منتخب كرة قدم، أنا بنحل أزمة بلاد. فرق بين أني أنا الفريق والله ما شاركتش فيه سبها، لا ما شاركتش فيه الزاوية، أنا ما نشكلش فريق كرة قدم، أنا نبي فريق يدير الأزمة، ناس تستطيع أن تقدم رؤية تنقذ البلاد من المهلك اللي هي فيه. وهذا للأسف الليبيين لازم ينادوا به. نعم. دكتور محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي السابق ورئيس تحالف القوى الوطنية، كنت ضيفا معنا في هذه الحلقة وعلى مدى حلقتين. إن شاء الله نأخذ منك وعد أن نلتقي في حلقات قادمة، نحن مقدرين التزاماتك. نشكره شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة، شكرا. وأشكر الزملاء هبة أديب وأسلم القبايلي وزهير البرعصي وأحمد الجهمي، لكم تحياتي. أحمد المقصبي، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتلاقوا الحلقة الجاية من برنامجكم مقهى الوسط على راديو الوسط.